سؤال. والله تعالى العب. الله أكبر. الله أكبر. يا أخي وش راح نقول لك؟ هذه كارثة. وش راح نقوله؟ الأجل اللي راح وصل، هذا الأجل دار ربي سبب لكل إنسان، راح يجعل ربي دار له ربي سبب باش يموتوا بهالشي. هذا 5 أطفال وأمهم، ومع الأسف باباهم راح أتبقى إلا هو بدماغه، وربي يرحمهم ونستكثروا لجميع الناس اللي راهم حضروا في هذه الجنازة، راهو جموع غفير. وهذه هي صفة المسلم، يكون مع أخيه في السراء والضراء.